عقدت غرفة التجارة وصناعة البحرين لقاء تشاوريا مع المجلس الأعلى للقضاء، تم خلاله استعراض الأدوار الحيوية الهامة التي يقوم بها المجلس. وقدم خليفة الوردي الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للقضاء عرضا تفصيليا حول منجزات المجلس الأعلى للقضاء والتطورات والتحولات الاستراتيجية التي حققها خلال الفترة من العام 2013 حتى 2015، إلى جانب استعراض عدد من المحاور الهامة، منها التعريف بالنظام القضائي بمملكة البحرين واستقلالية السلطة القضائية والتنظيم القضائي والإداري وتعزيز التعاون الدولي المشترك لدعم تنمية العمل القضائي ودور المجلس الأعلى للقضاء الريادي في الصناعة القضائية، إضافة إلى الإشارة بتطوير المنظومة القضائية باعتبارها مكونا هاما من مكونات حماية التنمية الاقتصادية، فضلا عن التوعية بدور المجلس الأعلى للقضاء في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. كما استعرض المجلس الخطة الاستراتيجية التي تتوافق مع الرؤية الاقتصادية 2030 وسبل تطوير التعاون الاستراتيجي مع مجلس التنمية الاقتصادية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية على الصعيد المحلي والدولي. يأتي هذا الحوار، اللقاء الحواري بين مجلس أعلى للقضاء وغرفة تجارة البحرين في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية 2020 للسلطة القضائية، اللي على أساسها تبنى المجلس التعاون والتشارك وتبادل الخبرات والأراء مع شركاء الدولة الحكومية والغير حكومية وجميع أقطاب المجتمع، وبناء على ذلك يأمل مجلس أعلى القضاء في بناء ثقة المجتمع وتحديد الأمن الاقتصادي القضائي والتأكد من تطوير المنظومة القضائية على أعلى مستوى في المنطقة وخارجها. اليوم عندنا احنا طبعا اجتماع تشاوري، فكرتنا من ان احنا ندعي الجهاز القضاء الأعلى للدولة أنه يشرح لنا عن الاستراتيجية الجديدة اللي وضعوها بالمشاركة مع مجلس التنمية الاقتصادي. احنا دورنا كلجنة في المشتركة في الغرفة طبعا هي دورها مهم، هو تعريف وتقريب الأفكار بين القطاع الاقتصادي والجهاز القضاء في الدولة، ويعني متعاكس، احنا نوصل لهم ارائنا وهم يوصلون لنا افكارنا ونتقابل في نقطه نطلع فيها بنتيجه ايجابيه للقطاع الاقتصادي.